بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح. أبو هريرة رضي الله عنه نريتس ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم سد إن أحاديث قدسي سد الله سبحانه وتعالى says when I inflict illness upon my believing slave and he does not complain about me to people who visit him, I set him free, forgive his sins, then I change his flesh with flesh bitter than his and blood bitter than his blood and resumes his deed fresh as all his sins being wiped out. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن أبي الدنيا. أبو هريرة رضي الله عنه narrates that نبي الله صلى الله عليه وسلم said: any Muslim who had favor for a single night and bore it with patience and remained pleased with Allah the Almighty and Majestic, he gets cleansed of his sins like the day his mother gave birth to him. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. أبو هريرة رضي الله عنه reported from نبي الله صلى الله عليه وسلم in a حديث قدسي that Allah تعالى says: If I take away two of the dearest things, eyes of a Muslim, and he remains patient, hoping for a reward, then nothing short of rewarding him with paradise can please me. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. أبو موسى رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said: when a Muslim slave is ill or on a journey, the same deeds are written for him as he used to do while at home or in health. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي، قال: هذا حديث حسن. أبو سعيد رضي الله عنه narrates that نبي الله صلى الله عليه وسلم said: A truthful, trustworthy merchant shall be with the prophets, صديقين, the true followers, and martyrs. وعن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي. رفاعة رضي الله عنه narrates that نبي الله صلى الله عليه وسلم said: The merchants will be raised up on the day of resurrection sinful, except those who feared Allah, were honest, refrained from fraud and embezzlement, and were truthful. وعن أم عمارة ابنة كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. أم
عمار رضي الأنصاري رضي الله عنها, daughter of كعب رضي الله عنه, says that once نبي الله صلى الله عليه وسلم visited here and she presented him some food. He said, you may eat also. She replied, I am fasting. At this, رسول الله صلى الله عليه وسلم said, indeed the angels continue to invoke blessing on the person who is fasting and others eat besides him till they finish or they are filled. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة, رواه مسلم. فضل إزالة الأذى عن الطريق. أبو هريرة رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said a tree was causing trouble to Muslims. A man came and cut it and due to his entered paradise. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. أبو ذر رضي الله عنه narrates that نبي الله صلى الله عليه وسلم said to him, look, undoubtedly you are not superior to a fair-skinned or a dark-skinned person except that you excel him by taqwa, the fear of Allah. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه ولو سأله درهما لم يعطه ولو سأله فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة أعطاه إياها ذي طمرين لا يؤوبه لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره, رواه الطبراني. ثوبان رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said, in my ummah there are some people that if one of them comes to you and asks for a dinar it would not be given to him, if he asks for a dirham it would not be given to him, or even if he asks for a penny it would not be given to him, however if he asks Allah for paradise he would grant it to him, clothed into two old sheets which do not completely cover him, yet if he swears by Allah he would honor his words. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.